انا الحقيقه مبسوطه جدا بدعوتي في حفله دير جاست لثالث او رابع سنه بحضر الحفله، وكل سنه وهم طيبين ان شاء الله، عقبال كل سنه ما تبقى حفله احسن من قبل. مبسوط اني موجود النهارده لاني اول مره اتكرم في دير جاست، ومبسوط بالحدث اللي بيحصل تقريبا بشكل سنوي، ومحافظ على نفسه رغم كل الظروف. كل سنه بيحصل بنفس النظام، فمبسوط انا موجود ومبسوط من الجمهور اللي صوت لي وتشكر. يعني دير جاست من الـ من الـ من الحاجات اللي انا بحبها وبصدقها جدا، لان انا اخدت جايزه احسن ممثله فيها مرتين، يمكن اولهم كانت ادم فكنت بتفائل بيها، وان دي وديني دي جايزه جمهور واحنا بنشتغل عشان، فبتبقى حاجه مفرحه للفنان. يعني سعيده جدا بيها، بالذات في الوقت ده ساعات الجوائز بتيجي تعمل لك انتعاش كده، لكن 30 سنه طبعا من الشغل حاسه ان هم عدوا بسرعه. مهرجان والقائمين عليه انا بشكرهم جدا جدا، لانه حاسه ان هو مهرجان متميز، ولذلك استمراريته دائما، لانه تجاوز العشرة وال15 سنه، مش كده؟ مش ما شاء الله. طيب ده جميل، فالاستمراريه هنا بتؤكد ان في موضوعيه شديده جدا وراء هذا المهرجان والقائمين عليه. قيمتها في انها تصويت الجمهور، واي جايزه في مجالنا في مجال الاعلام، يعني ممكن يكون في مجال الفن محتاجين النقاد، لكن احنا ك يعني مذيعين او اعلاميين او ناس بنشتغل في مجال الاعلام بنقول لا، ان الجمهور هو نمره 1 و2 و3 و10، فانا سعيد بان ده اختيار الجمهور. هو ده بالنسبه لي احدث يعني او اعظم حدث، ان يعني من الجمهور ومن تصويت الجمهور، وعايزه اشكره فعلا جدا جدا على التصويت وعلى كل المحبه اللي بيديها لي. بالنسبه لي اللي بيسمعوني المعلمين بتوعي لما هم يدخلوا ويختاروا من ضمن ما لا يقل عن 50 60 70 مذيع راديو موجودين دلوقتي، وفي ناس احسن مني اكيد، يختاروا يونس، يبقى ده الحمد لله. هو افضل فيلم كوميدي وافضل انتاج، ودي حاجة طبعا تساعدنا، لان احنا الفيلم عملنا انا وكل فريق العمل بجد مجهود رهيب، وانا موجود نيابة عنهم النهاردة، فانا بشكرهم كلهم، من تامر حسني، اكرم حسني، الايمن بهجت قمر، امينة خليل، مندول عدل، دلال عبد العزيز، ماجد المصري، كل النجوم بجد ان هم بسببهم انا موجود النهاردة. سعيد جدا بجائزة اليوم، ودي تاني جائزة من دير جست. بتمنى للجميع ان شاء الله كل النجاح، وبتمنى ان الاعوام القادمه ان شاء الله ربنا يقدرنا ونقدم اعمال قويه جدا وتحقق نجاحات مستمره. جديد الفتره اللي جايه عندي فيلم اسمه قصه حب ان شاء الله نازل مع هنا الزاهد واخراج عثمان ابو لبن، نازل ان شاء الله شهر فبراير، وفيلم الكنز الجزء الثاني، وبحضر مسلسل اسمه بولارويد اخراج باسم علي وانتاج مها سليم. بحضر حاليا للجزء الثاني من فيلم ولاد رزق. لا بدانا تحضير بس التصوير لسه. لا يعني ان شاء الله الاختفاء يجي بعديه ظهور، ف يعني ساعات حاجات بتبقى حلوه وساعات تبقى وحشه، بس انا دايما واثقه انه لا يصح الا الصحيح. في حلقه قراءه، لانه انا بخاف قوي من الناس ومقابله الناس، فما كنتش اعمل حاجه تعمل لنا اضافه عشان اعمل لهم اضافه، ما ينفعش من واحده كبيره زي كده انها تعمل اي كلام. بص انا بعد 11 سنه 12 بالليل فجاه هشتغل الساعه 7 الصبح، انا بني ادم بصحى الساعه 4 و5 مساء عصرا والحاجات دي، ففكره ان انا اصحى 5 الفجر واطلع من المهندسين اروح بقرب الشغل عندي، فربنا يستر، هو اصحى وكله هيبقى كويس. هو احنا بنصور كازابلانكا، خلصنا نص تقريبا وداخلين الاوضه الضلمه الصغيره، في نص مارس هبتدي ان شاء الله اهل الكهف ان شاء الله. بطبيعه الفيلم وتصويره من بين مصر وايرلندا والمغرب، فبادجت ضخمه، الجرافيك معانا معظم نجوم السينما المصريه، فلا يعني ان شاء الله يعني الناس تتفاجئ بيه. في بصور دلوقتي مسلسل اسمه قيد عائلي، ده هيتعرض قبل رمضان، وان شاء الله في حاجه هتبقى مفاجاه ان شاء الله في رمضان. الجديد بصور فيلم دفع رباعي اخراج استاذ ايهاب عبد اللطيف، وفي نخبه كبيره من النجوم الشباب، احمد عزمي، محسن منصور، ايناس النجار، ناس كتيره جدا مش عارفه افتكر يعني كل الناس. وبعمل فيلم تاني اسمه الهجام،